آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الملائكة تستبشر بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تعجيل صاحب العصر والزمان ثالثة بيعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نهنئ ونبارك الأمة الإسلامية جمعاء بميلاد منقذ الأمة من الغمة الإمام صاحب الزمان المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا الله من أنصاره وأتباعه. خير من افتتح به حقنا هذا آية من الذكر الحكيم يتلو على مسامعنا الشاب المهذب محمد الباهلي، فليتفضل مشكورا ومصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. ليس المهدي تجسيدا لعقيده اسلاميه ذات طابع ديني فحسب، بل هو عنوان لطموح اتجهت اليه البشريه بمختلف اديانها ومذاهبها، وصياغه لالهام فطري ادرك الناس من خلاله على الرغم من تنوع عقائدهم ووسائلهم الى الغيب ان الانسانيه يوما موعودا على الارض. وقد قدر لهذا القائد المنتظر ان لا يعلن عن نفسه ولا يكشف للاخرين حياته على الرغم من انه يعيش معهم انتظارا للحظه الموعوده. ونحن حينما يراد منا ان نؤمن بفكره الامام المهدي بوصفها تعبيرا عن انسان حي محدد يعيش فعلا كما نعيش ويترقب كما نترقب، يراد الإلحاق إلينا بأن فكرة الرفض المطلق لكل ظلم وجور التي يمثلها المهدي تجسدت فعلا في القائد الرافض المنتظر الذي سيظهر وليس في عنقه بيعة لظالم كما في الحديث، وأن الإيمان به إيمان بهذا الرفض الحي القائم فعلا ومواكبة له. عفا صبرك يا ابو صبر الغميج ما وصل حده، عفا صبرك يا ابو صبر الغميج ما وصل حده، مثل صبرك صبرنا ومثل صبرك صبرنا احنا على شدات شده متشلبه بشده، جزر بينا الفرج واشتهت بي الروح ما مش للفرح مده، ولا تشوف اليتيم يلوح يمسح دمعته بخده، علي الناس عادت وانت جاي تشوف يمتى العائله ترده، علينا الناس عادت وانت جاي تشوف يمتى العائله ترده، تطلبك دين يا الغايب تقوم لدينك ورده، تطلبك طبرة المحراب نطلبك قوم ارتاح عالشريعة وغار، نطلبك ركبة العطشان نطلبك ثلث شدة تقوم دينك ورده. صلى على محمد وعلي محمد. اللهم صل على محمد وعلي محمد. البلبل الفتان غنى على الأغصان بأعذب الألحان، الآن ما عاد بالألحان مع الحريس ماجد التريكي، فليتفضل مشكورا ومصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أيها الكريم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. زمان
جودة زمان يا ملجأ الخائب المظلوم ذا الحنين يا حجة الله يا شهودة الزمان يا ملجأ الخائف يا سنكحلها من وجهك الحسن الحسن يا بجمال ذهب عرش العلا نورك جمال على دروب الكرم سارت جمال والله جمال تنظرك يا متى تنظر نواظرنا جمال ابو صالح حلو الغير يا ويلي للبرية صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد والله وعدنا وعدنا يومك يوم فرحتنا وعدنا وعدنا يا من بظهور الهادي وعدنا انت حسابنا لجيتك وعدنا متى نورك يا ابن الحسن يشيع الوطية والصلوات اللهم صل على
هم الوقت يا ابن الحسن أجري بهم الوقت يا ابن الحسن منجلي حصيد ودايدك ثمر ما ينكسر منجلي طار بفرح القلب هذا الخبر من جيلي منجلي ونظر البدر السعد شاع يا بشاع للأرض بس أنا بس أنا والله بعال الصوت المحب يا رب عال الصوت المحب يصدر فخر وفخر بس أنا انتظار من كل خطر من جيلي من جيلي صلوات الله محمد محب وهدي سلامي إلى المهدي إمامي محب وهدي سلامي إلى المهدي إمامي يا شوق احمل تحياتي إلى المهدي إمامي يا شوق احمل تحياتي إلى المهدي إمامي صلى على محمد وآل محمد محب وهدي سلامي إلى المهدي إمامي محب وهدي سلامي للمهدي إمامي يا شوق احمل تحياتي للمهدي إمامي يا شوق احمل تحياتي للمهدي إمامي محب وهدي سلامي للمهدي إمامي محب وهدي سلامي للمهدي إمامي يا شوق احمل تحياتي للمهدي إمامي يا شوق احمل تحياتي للمهدي إمامي محب وهدي سلامي للمهدي إمامي محب وهدي سلامي للمهدي إمامي يا شوق احمل تحياتي للمهدي إمامي يا شوق احمل تحياتي للمهدي إمامي محب وهدي سلامي للإمامي محب وهدي الإمامي هالتحية لأن نورة لالة بهالمسية لأن نورة لالة بهالمسية وجد حبه وتزايد شوقه بيا احس ربي بمحبته من عليا احس ربي بمحبته من عليا وجد حبه وتزايد شوقه بيا احس ربي بمحبته من عليا أحس ربي بمحبته من عليا نصب شعبان يهدي وبان ضيق قرب معدة وانت العالمية قرب معدة وانت العالمية
الحبائب لصاحب الزمان حدا العشق خدان تظل تقرب مسافاتي إلى المهدي مامي تظل تقرب مسافاتي إلى المهدي مامي محب وهدي سلامي إلى المهدي مامي محب وهدي سلامي إلى المهدي مامي يا شوق احمل تحياتي إلى المهدي مامي يا شوق احمل تحياتي إلى المهدي مامي إذا تسأل علي يا الموالي هويتي مهدوي وما أبالي إذا تسأل علي يا الموالي هويتي مهدوي وما أبالي أبيع هالحقيقة بصوت عالي إمامي والله عندي هواية غالي إمامي والله عندي هواية غالي أنا بمدح يا عالم ومغالي صرت أنا بولال المعالي صرت أنا بولال المعالي على الفطر عشقته إمامي وانتظرته على الفطر عشقته إمامي وانتظرته محب وادعم رسالاتي إلى المهدي إمامي محب وادعم رسالاتي إلى المهدي إمامي محب وحد سلامي إلى المهدي إمامي محب وحد سلامي إلى المهدي إمامي محب وحد سلامي إلى المهدي إمامي يا شوق احمل تحياتي إلى المهدي إمامي يا شوق احمل تحياتي إلى المهدي إمامي أبو صالح إمامي ماكو مثله يظل والله نشيد وباسمه يحلى يظل والله نشيد وباسمه يحلى ذكر اسمع عشقته ما منه مثل أم الزكية أنا جلة مثل أم الزكية أنا مثل أم الزكية أنا جلة يا شوق انقل حنيني ليحكي له يا شوق انقل حنيني ليحكي له اريد انا النصوص سيف السله اريد انا النصوص سيف السله من القلب غرامه شقف عقلي ليامه من القلب غرامه شقف قلبي خيامي صغت أجمل عباراتي إلى المهدي إمامي صغت أجمل عباراتي إلى المهدي إمامي محب وحدي سلامي إلى المهدي إمامي محب وحدي سلامي إلى المهدي إمامي يا شوق احمل تحياتي إلى المهدي إمامي يا شوق احمل تحياتي للمهدي إمامي متى يرفع لوانا في يميني يشع نور الجلال من جبيني متى يرفع لوانا في يميني يشع نور الجلال من جبيني فكر جد محمد يحني ديني يا عاد بغرامة لا تجينا يا عاد بغرامة لا تجينا تخاوين على حمرك والتقينا غسل نقسم بمثل ما هوينا غسل نقسم بمثل ما هوينا ينال الليل نوره وارج دم ظهوره إنا لني أنا نوره جرى بجدا ظهوره ولو
صرخت عتاباتي للمهدي إمامي، ولو كثرت عتاباتي للمهدي إمامي، محب وحد سلامي للمهدي إمامي، محب وحد سلامي للمهدي إمامي، محب وحد سلامي للمهدي إمامي. سلام محمد وعليه. ورد بالحديث الحد المتواصل على انتظار الفرج ومطالبة المؤمنين بالمهدي أن يكونوا بانتظاره، وفي ذلك تحقيق لتلك الرابطة الروحية والصلة الوجدانية بينهم وبين القائد الرافض وكل ما يرمز إليه من قيم، وهي رابطة وصلة ليس بالإمكان إيجادها ما لم يكن المهدي قد تجسد فعلا في إنسان حي معاصر. وهنا نلاحظ أن هذا التجسيد أعطى الفكرة زخما جديدا وجعل منها مصدر عطاء وقوة بدرجة أكبر، إضافة إلى ما يجده أي إنسان رافض من سلوة وعزاء وتخفيف لما يقاسيه من آلام الظلم والحرمان حين يحس أن إمامه وقائده يشاركه هذه الآلام من الظلم والحرمان ويتحسس بها فعلا بحكم كونه إنسانا معاصرا يعيش معه، وليس مجرد فكرة مستقبلية، ولكن هذا التجسيد أدى في نفس الوقت إلى مواقف سلبية تجاه فكرة المهدي نفسه لدى عدد من الناس الذين صعب عليهم أن يتصوروا ذلك ويفترضوه. على بساط الفرح طاير وغني بشوق، على بساط الفرح طاير وغني بشوق، والمولود قرب ساعة فجرة، وبقلوب الموالي مراقصة كلمات والنسوان بهلاه المحبة وشوق تنتظره، نعيد الوادي من بسمات هذا وذاك، هوسات الضمير جذوره الخضرة، نفخات المسك وعطر طيب القاع والعنبر نسيمي غازي للحرة، ببشارة ولينا الهادي للخلان يخبرهم حبيب الجاي، وبسرة يخط نور الولادة، يخط نور الولادة العسكري بابناه، وبصلب الحنين وياه للعترة يشيله ويحضنه بشفة ويناغي الروح أبوه مايزة بجد النبي المختار، ويبشره ويختم بالعهد للشيعة تتلقاه، وتنصر بزمن وتواكب بنصرة، هذا ابن الفحول، هذا ابن الفحول وجد داحي الباب، معروف النسل، معروف النسل موصول بالأصلاب للزهرة. صلوا على محمد وعلى محمد. أما الآن أيها الحضور الأعزاء، مع الكلمة القيمة لسماحة الدكتور السيد رياض المؤمن أبو ذر، فليتفضل مشكورا ومصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خير خلقه محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب الأمر والزمان. أجل الله تعالى لك الفرج وجعلنا من أشياعك وأتباعك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. نبارك لكم مولد صاحب الأمر والزمان، أجل الله تعالى لهم الفرج. الروايات المتواترة والمشهورة والتي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الأئمة الأطهار والتي تؤكد على خروج رجل ينتمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في نسبه وخلقه يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. ربما يجد الإنسان في مرحلة متقدمة من الزمن إذا نظر إلى هذه الروايات يبتسم، وربما يسخر أن هكذا روايات تتكلم عن رجل يظهر في آخر الزمان، حتى أن رواية تقول بأن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يأتي رجل من نسلي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. ذلك الوقت هنا الزمن يرمدون. ربما يسخر الإنسان وربما سخر مجموعة كبيرة من الناس عندما يقرؤون هذه الروايات التي ربما يعتقدون تحمل لونا خرافيا اسطوريا. شنو رجل يجي من الارض وعدها؟ بس الاقرب الى الخرافه، يعني الناس عايشه وهنالك مذاهب وطوائف الى غير ذلك. ولكننا الان المشاهد والمراقب، والمساله لا تحتاج الى مراقبه، وانما يعيشها الانسان في كل يوم ويعيشها في طعامه وشرابه ويعيشها في يقظته واحلامه. بان الامه التي تطورت والامه التي ارتفعت، العالم اقصد هنا الامه، العالم الذي ترقى في فكره. الله شكل جميل يا اخي، شكل جميل الثوره الفرنسيه. انا اتعجب من هذا المنظر طبعا، وسوف ترون لماذا انا اتعجب من هذا اللون او اعجب من هذا اللون باللغه العربيه الصحيحه. النهضه الفرنسيه الجميله والحداثه والتعقل وما بعد الحداثه، كل هذه الالوان الجميله التي يتحدث عنها التيزيني، الطيب التيزيني، ومحمد عابد الجابري بالعقل العربي، وهشام شرابي والى اخره. زين، من هذه الشريحه المثقفه التي تاثرت بالفكر الغربي وعكست اللون الغربي على ثقافتها وبدات تسخر من اللون الديني. طبعا هنا اللون الديني الان صار صعب، ونحن الان نفسر الدين، صار صعب الان نفسر المتدينين، صارت مساله جدا صعبه وهي غريب يعني على الاسف، في حين ان الدين سهل وان القران البرخة جاءني باليوتيوب شيء جميل، انا كنت قد رايته من قبل وجاءني مره اخرى. اكو فد شو هوايه جميل برنامج تي اي دي، زين اذا واحد يدخله يعني، اذا اكو ايديز يعني جميله فيطلعوها. امراه يهوديه ملحده غير متدينه
قرأت القرآن، قررت أن تقرأ القرآن وهي تحمل لغة عربية لا بأس بها ويهودية تقول، فوصفت القرآن في 8 دقائق بشكل غائب الجمال، سحرها جمال القرآن. قالت لو قرأت القرآن بكل اللغات لا يمكن أن تقرأ القرآن إلا باللغة العربية الجميلة، وبدأت تتغنى بالآيات القرآنية واليهودية والحدث، وتدافع عن القرآن عندما يقول بأن في قضية قتل الكفار تدافع، وهذا الشيء كله غريب، يعني تقول قتل الكافر مو هكذا موجود بالقرآن ولكن بشروط، وتذكر هذه الشروط. سنة واعية يعني، سنة عالمة مو سنة عادية. أنا أقول الآن الدين شوية صعب، احنا نتكلم عن الإنسان العادي، الإنسان البسيط، الإنسان الذي يقرأ القرآن، مو الإنسان الذي يطول القرآن على مزاجه وعلى فكره. الإنسان الذي يعيش الحالة التي يمر بها العالم، هذا الفكر الذي تكلمت عنه وهذه النهضة الفرنسية والغربية والألمانية إلى غير ذلك، وين الآن النهضة؟ وين وصلت؟ دليني، قل لي الآن، أنت الآن تعال كلمني، قل لي أنا النهضة رفعتني كإنسان أم سحقتني كإنسان؟ جاوبني الآن، وين الفكر الغربي الآن؟ وين؟ صحيح أنا أذهب وياك، طيارات وقنابل نووية صحيح، لكن الإنسان كإنسان أين الاقتصاد العالمي؟ وين الناس اللي يموتون يوميا اللي نشوفهم في كل يوم يموتون؟ وين إذن النظام الاقتصاد العالمي؟ وأين الفكر الغربي الرائع؟ لو هو فكر غربي بس بالكلام، لو بس بالحضارة، إذا الحضارة ليست فيها إيمان، ليس فيها إيمان الحضارة، إذا لا تبنى على أسس أخلاقية فلا خير فيها، دمرت الآن البشرية، تحطمت الآن. اذكر لي والله في اليوم في يومياتك أيها المسلم، تفتح التلفزيون الصبح وما تلقى واحد ميت، واحد زين، أتحداك إذا يمر يوم إذا مو زخ عليك الأخبار زين تنطرك بالموتى والقتلى، ونشم رائحة الموت في طعامنا وشرابنا وفي وجودنا. الآن من يجمع الأمم؟ الآن من الذي يجمع المسلمين؟ عيف الآن العالم الغربي، عيف الآن المذاهب المختلفة في الهند وفي الصين، السيك والهندوس والبوذيين، عيفهم الآن زين. الآن احنا الآن المسلمين الآن كشريعة إسلامية، وين الميزان الآن؟ أين الميزان الآن؟ المسلم يستبيح دم المسلم بشكل واضح، والآن كانوا يخفون النوايا، الآن أظهروها بشكل صريح بالجوامع. ذاك اليوم أنا كان عندي صلاة الجمعة، تكلمت عن قضية مهمة، تكلمت عن القرآن في قضية احترام الإنسان المسلم، ولا يجوز انتهاك حرمة الإنسان المسلم، وهذه الأفعال تخالف القرآن، والذي يحفظ القرآن ولا يعمل به هذا مو إنسان يحتاج إلى تكريم، بالعكس، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وكم من قارئ للقرآن في الحديث الشريف والقرآن يلعنه، جباه سود مثل خوارج كانوا جباههم سود، صنوا صلاة الليل زين، ويبطرون بطون الحوامل، الدين هذا وين هذا الدين؟ فبصت، فكان أحد الأخوة الجزائريين صورني عنده هو في موقع معين، قال سبحان الله أنا لم أتفق معك وأنت لم تتفق معي، فأراني مجموعة كبيرة من خطباء الجمعة في تونس في المغرب في الجزائر في السعودية، مجموعة كبيرة وبحماس يدعون إلى قتل الطائفة الفلانية، يدعون إلى
قال سبحان الله راح اخلي ذني وراح اخلي خطابك الاخير. عجيب. الان من الذي يجمع المسلمين؟ من الذي يجمع العالم؟ هل ان صاحب الزمان ينتمي الينا الشيعة فقط؟ هل هذا صحيح؟ هل ان صاحب الزمان سلام الله عليه، هل ان ظهور صاحب الامر والزمان يرتبط بالمسلمين؟ لا، ولا بالشيعة، يرتبط بالعالم كله. الذي يوحد العالم هو صاحب الامر والزمان سلام الله عليه. لا تقول لي مبالغه. لا مو مبالغه، انا اقول لك ليش. الهدف العظيم، ارجع راجع الروايات، بالنتيجه تصل الى شيء واحد، يملأ الارض قسطا معلم. لا اتكلم عن المسلمين ولا اتكلم عن غير المسلمين. يملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. توحد العالم هنا، خلاص توحد العالم هنا. نعم هنالك اكو عامل مساعد مهم ومهم جدا ايضا، وهو عيسى عليه السلام. طبعا عيسى جزء كبير من المعادله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله اليه وسوف يظهر. واللطيف المسيحيين المتدينين يذهبون في كل سنة، بس مو مثلنا كل سنة في أيام في ثلاثة أشهر، لا، يذهبون زيارات، يرحون دول القسيسين، منهم جيمس واغارت وابن جيمس واغارت اللي كان يتناقش ويا أحمد نيدات. هاي مجموعة تأخذ مجاميع من المسيحيين المتدينين، يذهبون يحجون إلى بيت المقدس. شلون احنا عندنا بيلغريمج حاج، هم عندهم بيلغريمج، يذهبون ويشاهدون معركة أرمجيدون، المعركة اللي موجودة عندنا في كتبنا، معركة صاحب الزمان والسفياني. عجيب والله العظيم، عجيب. نشوف الآن ماذا يحدث في سوريا، عجيب. يعني ما لا أتكلم عن حافظ الأسد ولا أنا وعن بشار، ولا أنا بالنسبة لي ما لي دخل بالموضوع، ما لي علاقة بشار الأسد، احسن ام اساء، اصلا انا ما يهمني بشار الاسد بصراحه. ولا اريد ان اتكلم عن قضيه سياسيه. دماء ناس تموت، اطفال، نساء تموت، جهاد. جريده القبس تقول مجاهدين من الكويت ذهبوا الى سوريا. الله اكبر. ومن افغانستان. زين ايش بيها هاي فلسطين؟ ليش ما حملتوا سلاحكم ورحتوا انتم الان؟ حتى تقتلون الاطفال وتقتلون النساء وتقتتلون يا ايها المسلمون. وكذلك السفياني، عندنا روايات خطيره، انواع الروايات. السفياني الذي سوف يتصدى لصاحب الزمان سلام الله عليه. شوف ذول المسيحيين يذهبون وعندهم الصيحه، سبحان الله احنا عندنا الصيحه. وعندهم الرجعه التي احنا بعضنا جوزي يستنكف من الرجعة. هم عندهم ريبورن كريستيانز موجود عندهم، انه المسيحي المساح يجوز انت اذا تقرا دعاء الاحد تطالق من عنده، يجوز البعض شنو اذا انا ميت الله طلعني من قبري فاخرجني من قبري. دعاء محترم جدا، محترم جدا لمن يؤمن بالسر الالهي. فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قلاتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. يعني يسأل الله أنه يخرجه ليكون من أنصار صاحب الزمان. المهم المسيحيين نفسهم عندهم ريبورن كريستيانز، المسيح الميت المتدين الذي كان يتشوق لرؤية المسيح يعاد مرة أخرى ويذهب مع المسيح. بالمسيحية موجود. وأنا أعطيك مصدرين على أقل تقدير. فإذا المسألة هنا مسألة عالمية، ويلعب عيسى عليه السلام دورا عظيما. عيسى من يجي طبعا يتكلم بلغة قومه، يعرف تاريخهم، يتكلمون فيتعرفون عليه. إذا المسألة هنا ليست مسألة خرافية، وإنما مسألة الأمة كلها تتشوق للعدالة، تتشوق للحرية، تتشوق للبساطة. شو اسوي انا بالحضارة؟ ماذا اصنع بالحضارة؟ الانسان يموت
أسئلك بالله أنا ما عندي إحصائيات، أنت كلكم أحسن مني بالإحصائيات. ما عندي إحصائيات. إيش قد تصرف أموال على الأسلحة؟ كم واحد يموت بالصومال يوميا؟ إيش قد تحت خط الفقر مهددين؟ كم واحد؟ بالملايين. صحيح؟ وأسلحة نووية تشتريها. خطير الكلام مو؟ أو أسلحة تشتري. كلام خطير. هاي الحضارة؟ لا والله ما هي الحضارة أنا. خل أرجع إلى كوخي كعيسى عليه السلام. الله جميل. عيسى هو آية جميل. لا عنده زوجة ولا عنده طفل ولا عنده بيت ولا عنده دابة ويعيش ينام على الأرض ويأكل من حشائش الأرض. هنيئا لعيسى عليه السلام. جميل. ومع ذلك ما أرادوا عيسى أم دبروا له مكيدة. خلي الإنسان يعيش بسيط. أنا أعتقد بأن المسألة هي مسألة عظيمة، يجب يعني ينبغي أن تعيش معنا ونعيش معها، ينبغي أن نعيش مع صاحب الزمان سلام الله عليه، لا أن نتذكر صاحب الزمان سلام الله، أن نتذكر صاحب الزمان. عندي مشكلة حقيقية أتذكر صاحب الزمان، يعني شلون أنت صديقي وأنا أتعرف عليك وأتذكرك في اليوم. خطيرة القضية. يعني عندما يقال الإنسان والله أنا أتذكر الصلاة، تذكر الصلاة عجيب، إذا أنت ما عايش الصلاة يعني. يجب أن تعيش الصلاة ولا تتذكر الصلاة، ولذلك ينبغي أن تعيش صاحب الزمان سلام الله عليه، لا أن تتذكر، لأن جزء من وجودنا من كياننا. أنا أعتقد بأن العالم اختنق وسوف ينفجر، وهذه التي يسميها المؤرخون الحتمية التاريخية. الحتمية التاريخية أقبلت وسوف ينفجر العالم كما ذكر رسول الله، ولا يبقى إلا ثلث العالم، وحينئذ يأتي صاحب الأمر والزمان يجسد أخلاق رسول الله، يجسد القرآن الكريم، يجسد ما جاء به رسول الله، ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجبرا. اللهم اجعلنا من المنتظرين له والتابعين والناصرين له على أعدائه، والمستشهدين بين يديه في جملة أوليائه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا، واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية، وأقبل إلينا بوجهك الكريم وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك، ثم لا تصرفها عنا بجودك. أسأل الله بحق صاحب الزمان أن يمن على المسلمين بالسلام والعافية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بالصبر والأمان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ربي بعيونك حرس الماتنا،
ربي بعيونك حرس ما تنام، وبلغ يا ربي من عندنا السلام. ربي بعيونك حرس ما تنام، وبلغ يا ربي من عندنا السلام. اسمنا مربينا نوقف لقيام، والقيام يغيظ كل عدوان. صلى على محمد وعلى محمد. الله صل على محمد وعلى محمد. ربي احفظ من حضر ميلاده، ربي احفظ من حضر ميلاده، واجعله يا ربي من عواده، واللي يحب حيدر علي واولاده، واللي يحب حيدر علي واولاده اجعله يا ربي من جيرانه. صلى على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ربي ما عندنا غير الدعاء والمحبه والوفاء وكل الولاء. ندعي نرفع ايدينا للسماء، يحفظ ابن المصطفى وقرانه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قواعد السعاده التسع لامير المؤمنين عليه السلام. اول قاعده: توكل على الله في السراء والضراء. ثانيا: اتق الله في خلواتك وسفرك وحضرك. ثالثا: لا تكره احدا مهما اخطأ في حقك. لا تكره احدا مهما خطأ في حقك. رابعا: لا تقلق ابدا مهما بلغت الهموم ذروتها. خامسا: عش في بساطة مهما على شأنك. سادسا: توقع خيرا مهما كثر البلاء. سابعا: أعطي كثيرا ولو حرمت القليل. ثامنا: ابتسم ولو القلب يقطر دما. تاسعا: لا تقطع دعاك لأخيك المسلم بظهر الغيب. صلى على محمد وعلى محمد. الله عندي كم سؤال للأصدقاء أحسنتكم. تعال معنا. يلا وانا صغار. تعال مع عساك. تعرف عمو؟ يلا الكبار اقوى سير مو مشكلة. عساك وصغارنا تعال تعال مهدي تعال مهدي مهدي تعال انا تعال انا شوي امي تشتهر تشتهر وفيك جائزة. يلا صل على محمد وعلى محمد. الله ايش لزمت؟ طبعا اسمعوني جاي، احنا اليوم محتفلين بولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. زين؟ واليوم هي 15 شعبان، زين؟ يوم ايش قد؟ 15 شعبان، شنو المناسبة؟ ولادة الإمام المهدي. زين؟ لحسن سؤال، منو تعال؟ منو أسأله تعال؟ تعال 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 يمي؟ الإمام المهدي، طبعا هو عنده اسم. الإمام المهدي هذا لقبه. راح أعطيك ثلاث أسماء. اختار واحد من عندهم، ياهو الصحيح. اسم الإمام المهدي، هل هو اسمه محمد بن الحسين بن علي؟ أم هذا أول واحد. واحد. اثنين: محمد بن الحسن بن علي؟ أم محمد بن الحسن بن محمد؟ ياهو منهم؟ ثالث واحد. ها؟ لا مو ثالث. ثاني صح. الله على محمد وعلى محمد. الله على محمد. محمد بن الحسن بن علي، هاي جائزة مالك. وين؟ المهدي يقول وين ولا داعش؟ ما شو قطعت جائزة؟ صلى الله عليه وسلم. زين نعم؟ شوف وين ناطح علي؟ دلع دلع دكتور. وعليك بيت، عليك بيت. بعدين بعدين هذا الغاء. هاي جماعة شوفها. زين سؤال آخر:
من يجي قاسي ذا؟ لا ما في قوم هناك يا خسيره قوم تعال 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 توري تعال تعال توري شيم تعال توري تعال تعال قول اشتي هو يطالب ابو يساعده اي تعال يا صديق اي عمر موسى ها موسى لا موسى توبي قول موسى توبي تعرفوك الناس زين الإمام الحسن العسكري توفى من توفى إيش قد كان عمر الإمام الحجة المهدي يعني هل حاب لك ثلاث خيارات وتقول لي الجواب من توفى أبوي أبو الإمام المهدي ها وين جيت يروح إلى مكان كان عمره 12 سنة 25 سنة لو خمس سنوات خمس سنوات أحسن عندما صلى على محمد وعلى محمد الإمام المهدي من توفى أبوه كان عمره خمس سنين بس زين تعال بعد من سنة تعال معنا من بعد تعال عندك أنت خذ تعال محمد عندك عندك شباب الإمام المهدي منو ما شبابين والله اسمه مشكلة الإمام المهدي من غار تعرف شنو غار تعرف شنو؟ ما تعرف حتى أخذ ضربت ها؟ لسه فيه يعني فعرف زين من منغاب كان في بغداد أم في مكة أم في سمراء سمراء أحسن صلى على محمد وعلى محمد علوي شو أسئلة علوي؟ المهدي يصير بعد ما يقول يصير
طبعا سي مارش با يعني مارش با مارش با ما يصير طبعا عقد النكاح والسيد موجود هنا لازم ترفض يكون شخص قدامك وتحكي وياه تاخذ وكاله من عنده المراه والرجل لازم قدامك بعدين يستحب ان يكون كتابه بس اول شيء لازم يكون لفظا لفظ لازم اول شيء ترفض الفرق هذا ما يقربك انت توك دخلت تدرس وتجادل كم صارت وتقعد صفاي مالك هاي مو مشكلة احنا نحكي نحكي فقه وحديث انت لا تخبصنا احنا نحكي اشياء فقهيه وعلميه لا تخبصنا اول تبغى تدرس فقه انت بعد وين صار المرحله هاي ها؟ صلى على محمد وعلى محمد. أما الآن مع بلسم الجرح ليداوي جروحنا في هذه الليلة مع الدكتور الطبيب مصطفى الديواني فليتفضل مشكورا ومصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. سمعت السيدي الأخوة والأخوات السلام عليكم أيها الحق المجيد ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير طيب وفاه كل ذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد قوم إن شاء نور الحسن بيني
وخامس نور يزهي من مريد حسين يشبه لون دمه والشعاع احمر من بعد علي السجاد والباقي سبين جعفر نور الرضا زاهر والجواد وياه وعلي الهادي مثلهم بالعريش أزهار وثالث عشر نور العسكر الزاهي والرابع عشر من شعبان يصادف مولده وهالعالم استبشار يا حجة الله واغلى أمانينا فرحتنا تحلى بمولدك يا ابن الزكيه يا حجة الله واغلى أمانينا واغلى أمانينا يا حجة الله واغلى أمانينا واغلى أمانينا فرحتنا تحلى مولدك يا ابن الزكية فرحتنا تحلى مولدك يا ابن الزكية يا حجة الله واغلى أمانينا واغلى أمانينا يا حجة الله كم من أول يا حجة الله واغلى أمانينا يا حجة الله واغلى أمانينا واغلى أحسن يا حجة الله واغلى أمانينا واغلى أمانينا فرحتنا تحلى بذك يا ابن الزكية فرحتنا تحلى يا ابن الزكية فرحتنا تحلى مولدك يا ابن الزكية يا حجة الله يا برهانة يا مظهر الجود يا عنوانة يا ابو صالح يا ابو صالح يا حجة الله يا برهانة يا مظهر الجود يا عنوانة يا ابو صالح يا ابو صالح بعد مرة بعد مرة يا ابو صالح يا ابو صالح نورك والفرح معقود وانت ويانا يا ابو صالح يا ابو صالح دلالي ناداك هاك الحانة اهلا يا موعود يا مولانا يا ابو صالح يا ابو صالح يا بهجة الروح اهلا يا مهدينا اهلا يا مهدينا يا بهجة الروح وثمر خير البرية يا قرة العين وثمر خير البرية يا قرة عيون طه ونورة وجهك هلال على المعمورة يا ابو صالح يا ابو صالح حمارينا سواك بجمل صورة وابخرك للدين تحفظ صورة يا ابو صالح راياتنا افراح هالمنشورة والعمر وياك كم مسرورة يا ابو صالح يا ابو صالح نورت الاكوان يا امل هادينا
الوطية للنبي المختار جد السادة يا المهدي مذخور تحيا مجادة يا مصاحب يا مصاحب وحيدر القرار شخصك رادة قلب أمي الأبرار تم مرادة يا أبو صالح يا أبو صالح يا الموالين لجلك نادى يا رب تحميه من حسادة يا أبو صالح يا أبو صالح من عيني الأشرار يحفظك بارينا يحفظك بارينا من عيني الأشرار يحفظك بارينا يحفظك بارينا سعد ظهورك من تظل صبح ومسية سعد ظهورك من تظل صبح ومسية يا المهدي واليوم سمع ظروفك وعلينا هليت لا من عوفك يا ابو صالح يا ابو صالح احسبنا خطار واحنا ضيوفك للكرم والجود بدي شفوفك يا ابو صالح يا ابو صالح مليانه الاحلام ريت ضيوفك تتحقق اليوم واحنا نشوفك يا ابو صالح يا ابو صالح مشتاقه لقلوب والصبر مالينا والصبر مالينا مشتاقه لقلوب والصبر مالينا صبر مالينا يمتني شاهد طلعة النور البهية يمتني شاهد طلعة النور البهية مشتاقة لقلوب تجلب حسرة ويام الفراق سبعة ومرة يا ابو صالح يا ابو صالح انا ريت وانا جاب انا ما ادري ما فين صدق يا ابو صالح ما شاء الله يا ابو صالح مشتاقة لقلوب تجذب حسرة وايام الافراق صعبة ومرة يا ابو صالح ما شاء الله يا ابو صالح يا مهدي شي يصير لو قد مرة نرجع نلقاك بجمل سفرة يا ابو صالح يا ابو صالح نجدد افراح نبسة مرة نعلق لك شموع يا ابن الزهرة يا ابو صالح يا ابو صالح وافراد محدود وانت تبارينا وانت تبارينا افراح نجحود وانت تبارينا وانت تبارينا نسعد يا شبل العسكر بلحظة هنية نسعد يا شبل العسكر بلحظة هنية يا حجة الله فرحتنا تحلى مولدك يا ابن الزجيه فرحتنا تحلى مولدك يا ابن الزجيه فرحتنا تحلى مولدك يا ابن الزجيه صايع الكون ينشد والطيور ترنم مشراكم ولد الإمام الأعظم الكون ينشد والطيور ترنم أشراكم ولد الإمام الأعظم والحجة المهدي مصباح الهدى أمل الشعوب ومصرها المتحكم والرؤوس مرة والرؤوس مرة
مسكني وانا مجس وحكيمة بالشكر للباري 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 الودود ترنم. إن شاء الله شبيت فرحة ونسخني تعال. حقق أملنا يا رب، حقق أملنا، حقق أملنا يا رب، حقق أملنا بالهادي وأولادك، بالمهدي وأجدادك، بالهادي وأولادك، بالمهدي وأجدادك، اقبل عملنا يا رب، اقبل عملنا، اقبل عملنا يا رب. عمرك يا بارينا ضيعنا هادينا والواجب علينا اتبعنا هجدينا اتبعنا هجدينا قدسنا قدسيته منعوفه هالبيته والوالي ضريته العترة تكفينا العترة تكفينا ضريته مفترعة من فاطمة البضعة حفظ شرعة ونهجة وقوانينا نهجة وقوانينا عدنا 11 يمة هم الأصل هم من حجر الرحمة وهم يبدأ مهدينا ويختمها مهدينا عدنا 11 يمة هم الأصل هم من حجر الرحمة ويختمها مهدينا ويختمها مهدينا نحمل إمامة عنده نحمل إمامة أوضع علامة عنده أوضع علامة تشرف القادة بالمهدي وجداده تشرف القادة بالمهدي وجداده اقبل عملنا يا رب اقبل عملنا اقبل عملنا يا رب اقبل عملنا اقبل عملنا يا رب اقبل عملنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سن أم مضيب الله رفاسك رحم الله وديك شكرا دكتور مصطفى ديواني وصلنا في الجزاء طيب الله انفاسه رحم الله والديك ان شاء الله ووجه الله سبحانه وتعالى ووالدك زوجك بسرعه طب حزام صبرك حلم يشوفون طب حزام صبرك حلم يشوفون ذو الفقار غيرك ما حد يلمسه سيح الله اكبر هالجدار البيت نورك يا ابو صالح بينت شمسه يا سيف العدل قص ربة الظلام يا الثوب الشجاع مفصلت لبسه رشاش القصايد واسمك الشاجور والما بيه اسمك تنولد خرسه القصايد بس لك يا المهدي مذكورات عاهدناك امس وانعاهدك هسه هاي الشيعه لك يا المهدي هاي الشيعه لك يا المهدي كلها سيوف واحدهم فداء وما دخل نفسه بيك الدنيا طلقت وانت نور الله ويك تباشروا اهل الكسل خمسه صلى الله على محمد وعلى محمد. صل على محمد وعلى لم ارى مبدعا كالحسين
خط الحياة دون أصبع. لم أرى مبدعا كالحسين خط الحياة دون أصبع، ولا عاشقا كالعباس، ولا عاشقا كالعباس يجيد العناق بلا أضرب. صلوا على محمد وآل محمد. أما الآن مع الشاب القادم حديثا من الشرق أحمد مطوق، فليتفضل مشكورا ومصحوب الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الحفل الكريم ورحمة الله وبركاته. نهنئكم ونهنئ مراجعنا العظام بمناسبة ولادة الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، اللهم صل على محمد وآل محمد. واضح طريق الإمام والواضح ما يتأول لمن ينص القرآن، لمن ينص القرآن لولا الله ما يتبدل يوم الغدير المعروف، يوم الغدير المعروف آيات بي تتنزل معنا حيدر يا شاك يشك هاي إلا نقولها معناها حيدر يا شاخ مو رابع أول صلوات الله سأجوني شوية بجواب 12 إمام رسول كل ساعة بيهم يهدي وعددهم بالأسماء ويعددهم بالأسماء من حيدر حتى المهدي. يا شاكل شي مذكور يا شاكل شي مشكومش كل شي مذكور غض البصر ما يجدي بالأيام يا جنة تريد بالأيام يا جنة تريد خلك صريح وجدي. إن شاء الله ما طبع عليكم ساعدوني بالجواب سهل الردة عجل الله فرجك عجل الله فرجك عجل الله فرجك عجل الله عجل الله فرجك عجل الله يا عجل الله فرجك عجل الله عجل الله عجل الله حياتي خلصتها بالبضارك بنام ومنتظر يطلع نهارك يا I'm gonna
قال أقل عنها. إذا قال إمام علي بن طالب شيء يسويها. باطل كرر خيبر قال أقل عنها، باطل كرر خيبر قال أقل عنها، باطل كرر خيبر. بس قام لخيبر قال أقل عنها. صعبة؟ باطل كرر خيبر قال أقل عنها، باطل كرر خيبر قال لا باطل كرر باطل كرر خيبر قال جل نهي عجب حسن خيبر كان يفتخرون يعتقدون كان البنا طورا ما يدرون ما يدرون جفك بسدي حيت الباب طاح الباب كله والعدم صار باطل كرر خيبر قال جل والله مصاب صلى على محمد وآل محمد. باطل كرر خيبر قال أقل عنها، باطل كرر خيبر قال أقل، باطل كرر أقل عنها علي يا علي يا علي شكرا لكم الحضور وجزاكم الله جزاء.
خير الجزاء وإلى أفراح أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.